فلماذا اردت ان اخرج ولماذا اردت ان اتكلم في هذه الساعه التي ربما يتواجد فيها يعني جل الناس بخارج المباني وخارج مساكنهم خوفا من ان تقع المنازل او ان تقع العمارات او ان تقع يعني الاقامات على اصحابها او على من يسكن بها او يسكن فيها. لأنه يجب علينا أن نغير أنفسنا أحبتي في الله لأن الموت لا يعني لا يعني لا يقصد كبير أو صغير مريض أو لا يعرف لا عمر ولا كبر ولا مرض ولا أي ولا صحيح ولا مريض ولا أي شيء الموت يأتي بغتة فهل استعدينا لهذا الموت؟ سوف نموت جميعا الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قال كذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه صدق الله العظيم يجب أن نتوخى الحذر في تصرفاتنا دائما أقولها لكم ودائما أوصيكم ونفسي بتقوى الله من يرتكب أي فاحشة أو معصية فليتوقف كفى يا أخي كفى يا أختي لا نعلم منيتنا لا نعلم ساعتنا لا نعلم اليوم الذي سوف نتوفى فيه وكيف ستكون هذه المنية نرجو الله سبحانه وتعالى ان يسترنا في الدنيا والاخره. لن اطيل كثيرا في هذا اللقاء لانني لا اعلم هل ساكمله ام ام لا ام لا ورجوت وقد دعوت الله ان اكمل هذا اللقاء وان احمله وان انزله لكي يصل اليكم. فلذلك انا يعني بسرعه واستعديت وبسرعه وربما تروا انني اعرق ها لانني كنت يعني اسرع في تاديه هذا العمل او تقديم هذا العمل اليكم، الله اعلم، الناس تقول ان سوف تضرب موجه اخرى من الزلزال الثالثه صباحا، اناس اخرون يقولون طبعا قولا اخر يعني تتضارب الاقاويل والاشاعات كما نقول، لا يعلم الغيب الا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر فبما أننا نعلم جميعا أن الأمر بيد الله فلنتق الله أحبتي كفى كفى أخ إخوتي وأخواتي الكرام أرجوكم كفى كفى من التفاهات كفى من التعاطي للتفاهات والتعاطي للمخدرات والتعاطي للمسكرات ويعني النظر الى ما حرم الله واقتراف ما حرم الله، ولا اريد ان اجرح اي احد بكلامي. كفى كفى بالله عليكم كفى لا نعلم متى سوف نلقى ربنا ومتى سوف تكون منيتنا، فلماذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ ونتتبع التفاهات على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك، وأنا ونشاهد يعني المسلسلات ومباريات الكره اكثر مما نشاهد، انا لست ضد الفن، ولست ضد الرياضه، انا 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 بنفسي اشجع فريقا من كره القدم، واحب فريقا في كره القدم. واحب ان 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 اشاهد فيلما جميلا له مغزى وله معنى او مسلسل جميل انا لست ضد ذلك انا انسان عادي بسيط اقل منكم جميعا اقل منكم جميعا ومليء بالذنوب والخطايا لا ازكي نفسي ابدا لا امام الله سبحانه وتعالى ولا امامكم ولا امام اي احد ودائما اقولها انما يجب علينا ان يعني نكتفي بهذا القدر كما يقال كي نكتفي بهذا القدر ونستعد للقاء الله الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زكوا أنفسكم ونفسي وأيامكم معكم لا أطلب منكم شيئا لا أطلب يعني لا أمر به نفسي أولاً و... ونكون طبيعيين في مال نضحك ونلعب ونعيش حياه طبيعيه لكن لا نغضب الله في شيء من يفعل اي معصيه فليتوقف ارجوك يا اخي كفى وارجوك يا اختي الكريمه ويا اخي الكريم كفى كفى الله اعلم، الله سبحانه وتعالى ربما كتب لنا عمرا جديدا، ربما لم اكن سوف القاكم وكانت سوف المبنى سوف يسقط علينا برمته، الاقامه او العماره او المساكن التي يسكن فيها الناس سوف تهدم جميعا. ارجوكم ارجوكم كفى ولننتبه في تصرفاتنا ولننتبه ولنحسن علاقتنا مع الله. لأن لن ينفعنا إلا الله. جاءوا فحملوك وفي التراب دفنوك ثم رحلوا وتركوك. أتراهم ينفعوك هل ينفعوك أم يضروك؟ الله أختم كلامي بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم بها بكلام ب يعني كلامي بكلام رب العزة والجلال والخضرة والكمال جل جلاله وتعالى شأنه. وتباركت أسماءه وتقدست روحه وتعظمت قواه وارتفع سلطانه على جاهه سوف أقول هذا البيت الشعري أرجو أن تستبهوا لهذا البيت الذي سوف أقوله لكم من لم يكن له من نفسه واعظا فلن فلن تنفعه المواعظ من لم يكن له من نفسه واعظا فلن تنفعه المواعظ، وسوف نتحدث وسوف ننصح وسوف يعني نوضح وسوف نرجوك ان تتغير وان تغير نفسك الى احسن، وانت يا اختي الكريمه، لكنك لا تريدين ولكنك لا تريد. انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يجب عليك يا اخي الكريم. يا أختي الكريمة أن تغير من نفسك إلى الأحسن وأن, تلق وأن, وأن من سلوكك يا أختي الكريمة إلى الأفضل وكذا وإياي معكم الجميع ما أختم به كلامي هو كلام رب العالمين في سورة لقمة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث أي المطر ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم احبكم من كل قلبي واتمنى ان القاكم الله اعلم هل سوف القاكم مره اخرى ام لا ام سوف يكون هذا الموضوع هو اخر موضوع لي الله سبحانه وتعالى هو المطلع، أتمنى من الله الخير وأرجو منه الخير وأنا على يقين بالله سبحانه وتعالى أنه سوف يختار لنا الأفضل في أمان الله وحفظه ورعايته وألقاكم بإذن الله إذا ما كان في العمر الباقية في لقاء آخر، أتمنى لكم كل الخير وأرجو أن تنتبهوا لتصرفاتكم، في أمان الله وحفظه ورعايته. تم بحمد الله وتوفيقه وقدرته. الحمد لله.